حلو دي دي عن شوقي ونار يحكي له في لهو. ميرسي فحص ميرسي. بس ايه ده؟ لا انا مش عايزه شاي، اي ونت لاتيه. لاتيه بس انا سوقي. طب لحظه واحده، اندهلك المدير دحرون دحرون دحرون. ايه يا محش؟ يظهر ان الست داني مزعلت منيني. ايه دي؟ اهو امرني استهلك. كحروت عايزه لاتيه. ايه دي؟ لاتيه. انت بتغلط فيها يا سرمه يا ابن السرمه. احنا اسفين يا ست هاني، ما انا هربيه السرمه دي. تحبي تشربي ايه؟ بقول لاتيه. لاتيه لا ايه، مفيش مخ. ايه دي من روتانا كلاسيك تقلبي على طول شعبيات؟ ربيت الزريبه اللي انتوا جايين منها. عرفت من ايه؟ يمكن من ريحي. اوعى ده. ايه ده؟ ايه ده؟ اوعى هاخد اي حاجه. امشي. سيب ياض اللعبة اللي في ايدك دي. لا لا انا عايز العب باللعبة. سيبني العب باللعبة. قلت لك مفيش لعب باللعبة. اهي لا في كده ليه يا قطاني؟ اخد واحدة تانية. لا قلت لك مفيش لعب. والشنطة اهي. لا تسيب الشنطة مفتوحة، انا عايز العب. لا مفيش شنطة. كويس كويس. صباح الخير عليكم. صباح النور. صباح الورد. خدي حبيبتي. ربنا يهنيك يا عروس. ايه اللي انت لابساه ده يا بنتي؟ انت ايه لابسه بجامي سمير غانم؟ والتسمه اللي عليك بقى جايب هدومك دي منين؟ من شنطه القبطان عزوز. قصف جبهه قصف جبهه. اسكت يا انثى. وداني وداني والنبي. يا جماعه ما تنسوش، لو حد من اخواتنا الصينيين سالنا احنا ليه فتحنا الشنط من وراهم، هنفهمهم ان عتاب رجعت لها الذاكره وافتكرت ان الشنط دي بتاعته. ماشي. انا مرمي دي بسرعه عشان الحق اسقف لك. اسقف لك جامد جدا. كل يوم بفتخر بيك اكتر وانت بتتكلم عن النزاهه وعن الشرف وعن رد الامانات الى اصحابها. بس ده عادي، الرجاله كلكم كده. انتوا بتتكلموا كويس قوي وهايل، انما تصرفاتكم وافعالكم كافعال القرده والخنازير. جرايه يا استاذه الفلسفه. هو اي كلب يغلط فيكي تشتمي كل الرجاله؟ انت فاكره كل الرجاله زي جوزك ولا ايه؟ انت مالك ومال جوزها يا اخي؟ ايه في ايه؟ مالك ومالي؟ انت جاي السفريه دي عشان تعصبني وبس؟ ما كفايه شهر العسل باظ. بقول لك ايه، خليك في حالك وخش اقعد في الخيمه اللي جنبك دي. ايه دي؟ يخرب بيت ابوكي، جايبه لنا الكلام. ايه اللي انت لابساه دي؟ باراشوت ولا بالونه هيليوم ولا جايباه من اني داهيه؟ جايباه منين ايه؟ ده بتاعي يا حبيبي، انا ما بشحتش زيهم. وبعدين انا بجرف البس مطرحات يا عربي. ده انا كنت عينه لك تحت فستان الفرح عشان افاجئك. تفاجئيني ولا تسعريني؟ ايه المفاجاه في دي؟ لك حق لك حق تستغرب، ما انت اصلك ما شفتنيش وانا بسحب به سحبه مايكل. طب حسبي لروحك تتسحب. اي عربي، مش عاجبك البيبي دولو؟ بيبي دولو؟ اما تشوفه دولو. خد يا استاذ اما دولك، مالك انت بالهانم تلبس خيمه تلبس استاره تتنيل على عين ابوها؟ ما تشوف نفسك راجل كبير وعايب ولابس لي هوت شورت عامل لي فيها ساره سلامه. ما تلمي جوزك يا استاذه كيوي. ده مش كيوي يا استاذ عربي على فكره، ده مش كيوي، ده افوكادو. وبعدين انت هتعرفه منين؟ اسكت. عاجبك؟ عاجبك يا محترم الكلام اللي انت جايبه لنفسك وجايبهولي؟ ها؟ بمعرفتك للناس اللي تسوى واللي ما تسواش؟ والله فعلا يا طنطا عندك حق. طنطا ما تنططك يا فشيحشاء. طبعا انت مش عارفه الفشيحشاء دي لانك غبيه وجهله، دي انثى البورس يا ماما. صدق حقيقه انا مش عارفه هتوري وشك لبنتك اللي جايه على وش الدنيا دي ازاي؟ هتشيل اسمك ازاي؟ هتشيل اسمك ازاي بمشك البطال ده؟ بطال ايه؟ لا بقول لك ايه يا حبيبتي، اهدي كده على روحك واتكلمي عادل. حتى في عصبيتها يا اخوانا نسمه. غزل البنات غزل البنات يا تافه. غزل البنات؟ انت راجل تافه. ايه يا ناس؟ ايه يا ناس هتضيعوا لنا كوبايه الشاي اللي هتعدل دماغنا؟ يا دكتور عايز اقول لك على حاجه. القديمه تحلى ولو كانت وحلى. نعم قصدي احلى احلى. وبعدين يا اختي ما تعصبيش نفسك عشان الواد اللي في بطني. انا مش هقولك للمره المليون بنت، انت حره بقى. انا كنت بحاول اعززك يعني قدامها، الحق عليا. يا جماعه انا اكتشفت حاجه غريبه جدا، اللابتوب ده طلع شغال. يا سلام الله شغال. لسه هكمل. اللابتوب ده طلع شغال وفي صور. صور ايه؟ مش اللي في دماغكم يا جماعه. اهدوا اهدوا. افتح افتح. ايه يا عربي يا مدام بتعمل كده ليه؟ في ايه؟ لا مؤاخذة بس كانت فاكراني صور عربية. إيه افتح هتلاقي فولدر صور ساخن جدا 2017. افتح ايه؟ يا جماعة صور لينا لينا؟
احنا اتصورنا واحنا عريانين ولا ايه؟ اتفضحت يا عرب وهيشوف الوحمة العنبة. مش لما اشوف انا الاول عنبة ايه يا جدعان؟ في ملف فيه صور ومعلومات عن كل واحد فينا يا جدعان. يا جماعة انا بقول تعالوا شوفوا مش تعرف التصوري. وسعوا كده وسعوا. يا ساتر انت ايه يا ماما بتتصوري كارت ولا ايه؟ في ايه اللي سندالي واحد اللي عامله لي كده؟ ما احنا لازم نفهم الملف ده فيه ايه. ورينا للمره المليون بقول لكم ما اعرفش. ده يا جماعه فولدر فيه ملفات باسم كل واحد فينا وكل اللي على الطياره. ما يمكن كل شركات الطيران بتعمل كده. وده لابتوب بتاع حد من الكرو اللي كان على الطياره. يا بنتي ما تردي، مش انت من كرو الطياره؟ هو انت يا حبيبتي وقحتي في التجمع الخامس لوحدك واحنا كلنا هنا هون على الجزيره؟ طب ايه ده هما وعفتكركم كلكم؟ انا فاقده الذاكره فاقداها. يا جماعه احب اعرفكم من واقع خبرتي كضابط شرطه، مستحيل مستحيل شركه طيران تعمل الاجراء ده. دي تحريات معموله بدقه وتفصيل. يعني انا هديكم مثل دلوقتي، هنفتح ملف عشوائي ونقرا مع بعضين. بس يا عربي بس يا بابا. ايمن بدر. ايوه ايوه. استاذ ايمن محمد احمد بدر، اعلامي ناجح ومقدم برامج شهير معروف بحبه للتقرب من السلطة ورجال الأعمال. لا 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 لا، أنت مدعي وبتزايد علي. أزايد عليك ليه؟ هو أنا نازل قصادك الانتخابات؟ فوت المعلومة دي. نفوت المعلومة دي. معروف بعلاقاته النسائية المتعددة. لا 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 لا، أعدي المعلومة دي. أمال هنقول إيه يا أستاذ أيمن؟ فضحنا في كل حتة الله يفضحك. دكتورة سعاد عبد الحليم المعريف، امرأة عصبية لا تطاق، فاشلة في مجالها العمل. دبل قفزة دبل قفزة. اقفز. حاضر يا دكتور. دحروج والمحص. افندم. دحروج والمحص بين قوسين تيمون وبومبا، صديقان فاشلان يمدغان اللبان يأكلان ده فيلم لاين كينج اللي انت دخلته دي ولا ايه؟ اه يا حبيبي مكتوب قدامك اهو، يأكلان حشرات وقواقع حشائش ولا يعملان في مجال النجارة تخصص باب وشباك. ايوه انا الباب وهو الشباك. لا يا حبيبي انا بقى شباك وسبليوني. هي مش مكتوبة بس هزودها لك. ليك الحلاوة. باب وسبليونة. تمام. ياسمين بري خير العزقلاني. ايه ده؟ هم حاطين لي صورة وانا مش عاملة شعري؟ يعني ده فيك اكونت؟ لا بص انا هبعت لك صورة بس ويدي معدول ماشي؟ صورة هو انا بعمل كاستنج يا جماعة. نوال حطب. ايه ده؟ في واحدة معانا اسمها نوال حطب؟ ايه ده؟ في حد معانا اسمه نوال حطب يا جماعة؟ نوال حطب فوت، هي دخلت الحمام ولا حاجة. فوت ليه؟ ما نعرف برضو مين نوال حطب دي. نوال حطب امرأة متسلقة للجبال. للرجال يا عليا. ايه ده؟ حطب باشا؟ اه يا مولى مفضوحة مفضوحة. كوبا عربي وهانم. لا فوت دي، انا لسه ما قلتش حاجه. ما اكيد اللي شايفه ضايع. فوت ليه يا عربي؟ كنت عايزاه يشوف لنا المستقبل. عايز اعرف عمتي كلت اللوبيا اللي انا بس ايه اللي عمتي كلت اللوبيا ويشوف المستقبل؟ احنا قاعدين قدام آلة الزمن. كمل يا استاذ كمل. يعني دلوقتي كلنا موجود عندنا في الملف ده، سيادتك بقى مكتوب عنك ايه؟ جماعه انا قريت الملف بتاع اول واحد. ايوه بتحرج اقول الحاجات دي قدام الناس. بص قدامك واقرا. ماشي مكتوب يا سيدي المقدم باسم باسل بلسم، ضابط شريف مغوار قاهر للمخاطر، يخش في الصعب وما يعرفش يا مرحبا. هلا كداف اصل وشك يا هلا. طب انا هفوت دي. والنبي يا بلسم باشا دور كده هو نشوف اسمي اذا كان مكتوب في وسط الناس. قول لي اي معلومه عني او اي حاجه تفكرني ان شاء الله. حتى ان كنت رقاصه مش مشكله، لما افتكر ابقى توب. للاسف يا عتاب انا دورت على اسمك 100 مره، لا انت ولا اي حد من طاقم الطياره موجود. كل اللي موجودين الركاب وبس، ده حتى الصينيين موجودين. ايوه يعني مفيش حاجه تانية على اللابتوب دي؟ كل اللي موجود على اللابتوب يا جماعه الفولدر ده والافلام دي كلها افلام جاسوسيه. ناديه الجندي، ناديه الجندي، ولاد العم، العتبه جزاز، دموع في عيون وقحه. مفيش مسلسل ذئاب الجبل ولا سلسله دم الجزء التاسع. ايوه لا انا عايزه لعبه شيكن تو. شيكن تو؟ ايوه زهقاني. طب بقول لك ايه؟ احنا عايزين نقرا ملف واحد معانا هنا. ها مين؟ انفد فرج محروس، موظف في شركة انترنت تم فصله بسبب حالته النفسية، كان يهوى. لا مؤاخذة اللابتوب ده يلزمنا انا. هه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 
هدي نفسك يا أستاذ فرج، أنت سبتنا ومشيت كده هون كأنك يعني على راسك بطحة. أنت مش شايف كل واحد فيهم عنده نصيبة شكل حاجة تعر والله. بلاش أنت، إحنا لسه مش عارفين حكايتك. يمكن يطلع اسمك نعناع وفتح لك دولاب بتبيع فيه بانجو وبرشام. لا يا بلسم باشا، أنا متأكدة إن أنا كنت حاجة شريفة وحاجة كبيرة كمان. يا أستاذ فرج فضفض لنا يا أخويا، ما تعملش في نفسك كده هون، إحنا كلنا أسرة واحدة. والله يا رزع تاني، أنا عايز أبقى بالأسرة ديت وأقعد ألعب معاكوا زي ما أنتوا بتلعبوا، وأمرح معاكوا زي ما أنتوا بتمرحوا. بس هو مسيطر عليا، مسيطر على أعمالي وأفكاري. هو مين دول اللي مسيطر عليك؟ أنت يا أخويا ملبوس؟ لا أنا موكوس، أنا اتنين في واحدة بس باشا.